لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. تبقى الحمراء تبقى الاستواء. حمد الهوني في انتظار سند كورة إيهاب المباركي يشيل كورة عرضية، وهدف أول بنيران صديقة، هدف أول بنيران صديقة. اللاعب عبد الرؤوف بن غيث يضع الكورة الرأسية، ترتطم الكورة في بدر بنون عشان يسجل فريق نادي الترجي. أمامنا هنا الفريق اللي إيه جمهوره، جمهور الكبير للأحمر والأصفر، جماهير باب سويقة اللي بتعلن عن الفرحة هنا في هذه اللحظات، لأن اللاعب بن غيث عبد القادر عبد الرؤوف بن غيث سجل بعد ما ارتطمت الكرة باللاعب المدافع بدر بنون. أمامنا أدي بن غيث اللي سجل بضربة رأسية ترتطم في المدافع بدر بنون وتسكن شباك أنس الزنيتي. ده قصة الهدف. بص حمد الهوني اتحرك حلو قوي، شالها جميلة جدا جدا يا ولد. إيهاب المباركي عامل الأسيست الرائع الرائع، تحرك حلو، وأول كورة وأول اختبار لدفاع فريق نادي الرجاء يسجل من خلاله اللاعب أمامنا هو عبد الرؤوف بن غيث. هدف التقدم بعد ما ارتطمت الكرة طبعا اللاعب المدافع بدر بنون، هدف اللقاء الأول من جانب نادي الترجي في مرمى نادي الرجاء. واحد لا شيء.